اكشن. ده روب، ودي مراته بيبقى اسمها بيا، وبيبقى روب سايق العربيه بتاعته وبتاعه واخد مراته عشان بنعرف ان هم في اجازه ورايحين على المينا عشان ياخدوا مركب صغيره ويصطادوا ويقضوا الاجازه بتاعتهم. واول ما بيوصلوا عند المينا هناك بيبقى في اتنين عمالين يبصوا لبيا، وبيا برضو بتبص عليهم بس بتكبر دماغها ومش بتدي لهم اهتمام. وبعد كده روب بياخد بيا وبيبداوا ان هم الاتنين يتمشوا في البحر بالمركب، وبيبداوا بقى ان هم يصطادوا ويعيشوا اليوم بتاعهم وبتاع. واثناء ما هم بيصطادوا وبتاع بيبداوا ان هم يغفلوا لهم شويه، ولما بيقوموا بيلاقوا ان المركب راحت بعيد جدا عن المكان اللي هم فيه وبيحسوا ان هم تاهوا. وروب يفضل يتمشى بالمركب بتاعته لحد ما في الاخر بيحس ان هي بتعطل منه عشان منسوب المايه بينزل، لحد ما في الاخر بيوصل لمكان ما بين شجر، وهناك بيبدا ان هو يستكشف المكان وبيلاقي وهو هناك ان في مركب مهجوره. وبعد كده الدنيا بتليل عليه وهو تايه مع مراته وبتاع، فبيقرروا ان هم يباتوا في المكان اللي هم فيه لحد ما الصبح يجي وبتاع. وبعد كده لما الصبح يجي هيشوفوا هيعملوا ايه. وبعد كده بيا بتطلع تليفونها عشان تكلم الطوارئ او اي حد يجي ينقذهم، بس بتكتشف ان المكان اللي هم فيه التليفون مش لاقيت منه شبكة. وبعد كده بيتمشوا شويه وبيلاقوا ان في عربيه راكنه ومنوره وجواها اتنين بيتخانقوا مع بعض. وروب بيبقى عايز يروح لهم ويقول لهم ان هو تايه وبتاع، بس بيا بتبقى خايفه منهم وبتقول له ما تروحش وبتاع. وفي الاخر هو بيسمع كلامها وبعد كده بيمشوا. وبعد كده وهما بيتمشوا بيلاقوا ان في عربيات خرده وبتاع، وجنب العربيات الخرده دي بيبقى في بيت. واثناء ما هما بيستكشفوا البيت دوت وبتاع الدنيا بتشتي، والبيت اللي هما قدامه دوت بيبقى مقفول وبتاع. وروب بيحاول ان هو يلاقي اي مكان عشان يدخلوا البيت ويداروا من الشتاء، وبيا بتفضل واقفه لوحدها شويه لحد ما في الاخر روب بيرجع لها وبياخدها. وبعد كده بيدخلوا البيت اللي هم كانوا بيدوروا على حد فيهم ملقوش حد ده. وبعد كده لما بيخشوا البيت بيستكشفوه وبتاع ومش عارف ايه، ومش بيلاقوا ان في حد جوه، بس البيت بيبقى شكله مرعب جدا. وفي الاخر روب بيقول لي بيا استني هنا وبتاع، وانا هطلع اشوف اي حنكيشه كده نعملها وبتاع. ولما بيطلع يتمشى حوالين البيت ويستكشف حوالين البيت بيلاقي ان صاحب البيت عامل في ظهر البيت مزرعه مخدرات. فروب بيبدا ان هو يقلق ويتوغوش، وبيخاف ان لو البوليس جه عليهم مره واحده كده هم مالهمش ذنب، ممكن يتاخدوا تجار مخدرات كده فاهم، او انت في بكش. وبعد كده العربيه اللي كان فيها اتنين بيتخانقوا من شويه بتيجي عند البيت، وبيا بتبقى شايفاهم وبتاع، فبتنادي على روب عشان يجي لها وتقول له ان في ناس جت وبتاع. وهو فعلا بيروح لها وبيبداوا ان هم يطلعوا من البيت بالراحه واحده واحده، بس صاحب البيت بيقفشهم وبيثبتهم بالبندقيه. وروب بيحاول ان هو يوضح له الموقف وبيقول له ان هو تايه وبتاع. وفي الاخر صاحب البيت بيدخله وبتاع ومش عارف ايه، وبيقول له ان الوقت متاخر ودي مدينه ريفيه، وبيقول له ان هو محتاج تليفون بس عشان يتصل بناس تبعه ويجوا ياخدوه وبتاع، عشان هو فاهم تايه الشويتين دول. بس صاحب البيت بيبان عليه ان هو مش مهتم اصلا، وبيقول له يا اسطى خش وبتاع وعيش ايه والبيت بيتك، بس بيكلمهم بنبره كده ايه اللي هو فاهم اقلق مني. وبعديها بشويه بيجي باقي الناس اللي عايشه مع الراجل دوت في البيت، وبنعرف ان هو عايش مع ابوه واخوه. وواحد من الناس اللي جت بيجيب لهم هدوم وبتاع، وبيقول لهم بدل الهدوم اللي اتبلت عليكم من الشتاء وبتاع. وروب بياخد منه الهدوم وبياخد مراته وبيدخلوا الاوضه عشان يغيره وبتاع. وروب بعد كده بصوت واطي بيقول لمراته ان دول عصابه وبيزرعوا مخدرات وبتاع، وبيقول لها ان الدنيا لما تهدى والناس دي تبدا ان هي تنام هيهربوا من المكان ايا كانت الظروف. بس بنكتشف ان في واحد من العصابه بيبقى واقف بره وبيبقى سامع كل الكلام اللي هم بيقولوه، وفي الاخر بياخد الهدوم بتاعتهم عشان يفشل الخطه بتاعتهم وما يهربوش. وبعد كده بنشوف روب وهو واقف في الصاله بيتكلم مع صاحب البيت، وبيبقى اخوه واقف جنبه. وصاحب البيت بيقول له ان انت بوظت الخزان وفتحت النور على المحاصيل بتاعت المخدرات بتاعتنا وبوظت الدنيا خالص، وبيتعصب عليه وبيديله كلمتين في جنابه وبتاع. روب بيبقى مش قادر يرد عشان خايف منه. وبدا الاثنين الاخوات يعاملوا روب ومراته على اساس ان هم خدامين ويجيب لهم مشاريب بقى ويروقوا البيت وبتاع والشويتين دول. واثناء ما هم بينضفوا واحد من العصابه بيقول لي بيا ان هي تقلع هدومها. فروب بيبدا ان هو يتكلم معاهم ويتعصب وبتاع، وبيقول له يا اسطى مش هينفع اللي انت بتقوله ده وبتاع. بس واحد منهم بيثبت روب وبيبدا ان هو يمسك فيه وبتاع، وبيا بتبدا ان هي تقلع على جوزها، فبتضطر ان هي تنفذ كلام الشباب عشان تفضي الخناقه وجوزها ما يتضربش وبتاع. وفي الاخر فعلا بتقلع الروب اللي عليها. وبعد كده واحد منهم وهو بيحاول يتحرش ببيا وبتاع الاكل بيتحرق، فبيتعصب وبتاع، وبيقول لها ده كان اخر اكل موجود، وبيديها السكينه وبيجبرها ان هي تقتل المعزه الصغيره ديت عشان ياكلوها وبتاع، وهي بترفض. فبيهددوها ان هم هيقتلوا جوزها وهيذوه لو ما سمعتش الكلام، وفي الاخر عشان خايفه على جوزها فبتضطر ان هي تقتل الحيوان عشان يطبخوه وبتسمع الكلام. وبتكون بتقتل الحيوان وهي بتعيط وبتاع، والولد اللي هو بتاع العصابه بيجي بقى على اساس ان هو بيهديها، بس هو جاي عشان يحسس اصلا فاهم. المهم اعمل لايك بالحب كده ايه عشان الفيلم شكله سخن قدام. وبعد كده بنشوفهم هم قاعدين كلهم على السفره مع بعض وبياكلوا وبتاع، وبنشوف الاثنين الاخوات وهم صوتهم عالي وبتاع، وبعد كده ابوهم بيزعق لهم وهو في الاوضه جوه، وبعديها بيهدوا الصوت بتاعهم شويه وبتاع عشان بنعرف ان هم فعلا بيترعبوا من ابوهم.
وبعد كده بياخدوا روب ومراته عشان يناموا في الحظيره بتاعت البيت بتاعهم، والواد اللي خطفهم دوت بيبقى رايح يجيب الكلب بتاعه عشان يحرسهم عشان ما يهربوش وبتاع. بس اول ما بيمشوا وبيطولوا روب يبدا يبص وبيطمن ان مفيش حد بره، فبياخد مراته وبيهربوا. واثناء ما هم بيتمشوا في الغابه هناك وبتاع، بيروحوا عند المكان اللي شافوا فيه العربيه بتاعت الشباب اول مره، وهناك بيشوفوا الشاب التاني اللي كانوا بيتخانقوا معاه وهو مقتول. فبيبقوا مخضوضين من المنظر وبتاع، ومفيش ثواني وبنشوف الناس بتاعت العصابه دخلت عليهم تاني ومعاهم الكلب بتاعهم، وبيفضل يزعق لهم ويشتمهم وبتاع. وبعد كده بياخدهم وبيوديهم على الحظيره اللي كانوا هيناموا فيها تاني. ولما بيوصلوا هناك روب بيعرض عليهم اي فلوس هم عايزينها مقابل ان هم يطلقوا سراحهم وبتاع، وروب بيقول لهم ان هو محامي ومعاه فلوس كويسه وممكن يديهم اي رقم هم يطلبوه. بس هم بيبقوا مش مهتمين بالفلوس، وبنفهم من تصرفاتهم ان هم بيبقوا عايزين يغتصبوا بيا مراته. فروب يبدا ان هو يتعصب عليهم وبتاع، وبيبداوا ان هم يمسكوا في بعض لحد ما في الاخر واحد من الرجاله بيضرب نار على روب، والرصاصه اللي ضربها مش بتيجي فيه، وبنعرف ان هو بس بيهته عشان يهديه وبتاع، ان هو في الاخر برضه بيقول له مهما عملت انا برضه هغتصب مراتك، البجاحه دي يا اسطى. وبعد كده روب بيفضل ان هو يشتم فيهم وبتاع، لحد ما في الاخر واحد من الرجاله بيجيب حديده وبيفضل يضرب بيها روب لحد ما بيغمى عليه. وشويه وبنشوف ابو الشابين دول هو نازل الحظيره عندهم تحت وبيديهم علقه موت. وبعد كده بيسال بيا بقى انتوا ايه اللي جابكوا هنا وجيتوا ازاي فاهم والشويتين دول، وبيدخل البيت بقى يكمل على عياله عشان الحظيره فيها ناس غريبه وان المحصول بتاعهم باظ والدنيا معاهم متكعبله. في نفس الوقت ده بنرجع لبيا وهي قاعده في الحظيره وبتحاول ان هي تربط رجل جوزها وتعالجه، وبتبدا تجمع اي خردوات جوه بحيث ان هي تقدر ان هي تصنع اي سلاح حاد او اي حاجه تدافع بيها عن نفسها لو حد فكر ان هو يعمل معاها حاجه. وبعد كده روب بيفوق وبنعرف ان رجله اتكسرت وبتاع، وبيقول لها انا مش هقدر اساعدك في حاجه، وبيا بتقول له ما تشغلش دماغك انت باي حاجه وبتاع. وبنشوفها وهي بتحاول ان هي تصنع فخوخ جوه الحظيره عشان الناس لو دخلوا عليهم تاني فاهم يقفشوهم. وبعد كده بنشوف واحد من العصابه هو جاي لهم وبتاع، ولما بيدخل الحظيره بيلبس الفخ اللي بيا كانت عاملاه، وبعد كده بتاخد منه البندقيه وبتضربه بيها، وبتكتشف ان البندقيه ما فيهاش رصاص، فبتجيب شاكوش وبتفضل تديله على دماغه لحد ما بتجيب اجله. وبعد كده بنرجع للراجل صاحب البيت وهو قاعد مع ابنه التاني، وابوه بيقول له يا اسطى روح جيب لنا الموزه بقى اللي تحت في الحظيره نقعد نتسلى عليها شويه وبتاع، والواد فعلا بينزل. ولما بينزل تحت بيمسك ميه وبيحاول ان هو ياخدها معاه وبتاع، وهي بتحاول ان هي تفلفص منه بالراحه كده، بس هو بيسيطر عليها وبيزعق لها، وفي الاخر بياخدها البيت جوه وبيحط لها مكياج وبتاع لحد ما في الاخر بتقعد مع الراجل الكبير. واول ما بيقرب منها هوب بنعرف ان هي كانت عامله له فخ عشان فاهم يقطع له حنكش خالص، وفعلا بيقطعه له. فطبعا بقى زعيم البيت بيقعد يصرخ وبتاع، وابنه بيبقى قاعد بره وسامعه فبيجري على صوت الصريخ. وبيا بتكون هربت من المكان وهو بيحاول ان هو يضرب عليها نار، بس مفيش ولا رصاصه بتيجي فيها، وبتكون خرجت من الاوضه. وهو بيطلع يجري وراها لحد ما في الاخر بيدخل الحظيره، وبنكتشف ان هي عامله لهم فخ تاني هناك عشان هو لما يدخل الحظيره هم يخرجوا، وهي في الاخر بتقفل عليه. وبعد كده بيطلعوا بياخدوا العربيه بتاعت العصابه، بس اثناء ما هم جوه العربيه بيكتشفوا ان المفتاح مش فيها ومش هيعرفوا يتحركوا، فبتضطر ان هي ترجع البيت تاني عشان تجيب المفتاح. وهناك بوب الكبير بيقابلها اللي هي قطعت له ابو الحناكيش بتاعه، وبيبقى عايز يهجم عليها وفي ايده سكينه، بس هو طبعا ابو الحناكيش قاعد فالاعصاب بايظه، فبتجيب ازازه بتديها له في دماغه فبيريح، بتجيب المفتاح بتطلع بتاخد العربيه وبتخلع وبتنقذ جوزها. وبعد كده بوب الكبير لما بيطلع عشان يلحقهم وبتاع، الكلب بيشوف الدم على بوب، وبنعرف ان الكلب بياكل لحم بشر، وانه لو شم اي دم او بص عليه كده زي سمكه القرش فاهم بيتجنن وبيروح عليه فاهم. فابنه اللي لسه عايش دوت بيسمع الموضوع فبيحاول ان هو فاهم، المهم ان هي كمان برده بيا بتخلص عليه، وبعد كده بتنقذ جوزها وكلهم بيموتوا بقى ما عدا هما الاثنين فاهم، عشان هما طبعا ابطال الفيلم والمخرج عايز كده. فبما ان المخرج عايز كده فانت كمان ممكن تحط على المخرج وتعمل لايك سبسكرايب وفعل زر الجرس اتفرج على اللي فات السنه اللي جايه، تعمل شير، تنزل تقول لنا رايك في الكومنتات تحت فاهم، شويه الحاجات اللي بقولها لك كل مره يعني، في بص كام فيلم قلتهم لك وهفضل اقولهم لك لحد ما بطل يا فاهم. كات. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي، انا اهو، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.